ثلاثة قراريط. سيدة مصرية أصيلة محبة للخير، من الله عليها بالشفاء فوهبت الله عز وجل مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس ليرتاده القائمون والراكعون والساجدون، مسجد يصرح فيه الآذان فيتردد صداه في الآفاق ليملأ الدنيا خيرا ونورا، في قرية بويط الرحمانية بمحافظة البحيرة. جاد أهل الخير بالجنيهات القليلة التي يمتلكونها، فبنوا أعمدة وأساسات المسجد، لكن قدراتهم المالية وقفت عند هذا الحد، ولم يعد باستطاعتهم تكملة بناء المسجد الذي أصبح بلا سقف يحميهم، فاضطروا إلى الصلاة فيه والأمطار تهطل على رؤوسهم، ولا يستطيعون حتى هذه اللحظة قضاء حاجاتهم في الحمامات الغير مكتملة. أهالي هذه القرية يرجون من الله عز وجل أن يأتي شهر رمضان وهم يصلون في هذا المسجد المبارك، خاصة أنه المسجد الوحيد القريب منهم. والسيدات أيضا يتمنين أن يكون لهن مصلى يقرأن ويحفظن في جنباتها الكريم. يا أهل الخير، بيوت الله تناديكم لإعمالها وتشهيدها، فهل بناء بيت من بيوت الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كان حصى بنى الله له بيتا في الجنه. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، والعليم بأسرار الخلائق وإن خفي، وسع الخلائق علما وأحصاهم عددا وكفاهم رزقا، من عاش من خلقه فعليه رزقه، من عاش من خلقه فعليه رزقه، من عاش من خلقه فعليه رزقه، ومن مات من خلقه فإليه مصيره وبين يديه حسابه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلى كل من يستمع إلي الآن عبر قناة مصر البلد الفضائية، بيت الله يشكونا إلى الله، بيت الله يشكونا إلى الله، بيت الله يشكونا إلى الله، مسجد الرحمن الرحيم بقرية بويط يشكونا جميعا إلى الله. نداء إلى كل من يستمع إلي الآن، فلطالما قلت مرارا وتكرارا ولن أمل التكرار: مصر بلد الأولياء، مصر بلد الأنقياء، مصر بلد العلماء، مصر بلد الشرفاء، مصر بلد الأتقياء، مصر
مشى على ترابها كليم الله موسى، مصر مشى على ترابها كلمة الله عيسى، مصر مشى على ترابها نبي الله نوح، مصر مشى على ترابها نبي الله إدريس، مصر مشى على ترابها نبي الله يعقوب، مصر عاش على ترابها نبي الله يوسف. أقول للشعب المصري كله في كل مكان، بل إلى كل دول العالم ممن يستمعون إلينا الآن عبر قناة مصر البلد الفضائية، اسمع مني. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرر من باب الأدب، إن ذكر اسم النبي أن نصلي على سيدنا النبي. قال سيدنا رسول الله كما جاء في الصحيحين، اسمع: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. قال سيدنا رسول الله كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عثمان بن عفان، اسمع: من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله، من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله ولو كمفحص قطاه، قد عش العصفور، قد عش الطائر. ليه؟ لأن في ناس يقول لك أنا مش معايا 3-4 مليون أبني جامع، خلاص أعمل إيه؟ قسما بالله العلي العظيم، لو وضعت طوبة واحدة، طوبة واحدة بشكرة أسمنت واحدة بس تكون خالصة لوجه الله، بطن حديد واحد بس يكون خالص لوجه الله، بمقدورة رملة بس تكون خالصة لوجه الله. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ اسمع مني. أحد الأمراء، أحد الرؤساء أعطى أمرا بأن يشيد مسجدا، أحد الأمراء في الدول العربية قال أنا هبني جامع وما فيش مخلوق يدخل كوباية شاي، ما تسمعونا الصلاة على سيدنا النبي. جنب المسجد واحدة ست، امرأة عجوز ما تعرفش الكلام ده، هو ادى أوامر ما حدش يطلع كوباية شاي، المقاول، مهندسين، العمال، اوعى حساري تاخد من واحد حتى كوباية الشاي. بالفعل تم البناء، هم شغالين، واحدة زي أمي وأمك الناس الطيبين دولي، وهي معدية جنب المسجد وجدت حجرا قالب طوب، وضعت الحجر قالب الطوب وما رآها أحد إلا الواحد الأحد. خلي بالك، اكتمل البناء، وإذ بالأمير يرى في المنام رؤيا عجبا عجاب، يرى بأن الله قد شيد له قصرين، فبيسأل: لمن هذا القصر الأول؟ قالوا: هذا القصر لك. ولمن هذا القصر الثاني؟ قالوا: لامرأة عجوز شاركت معك البناء في المسجد. الرجل الأمير قام من النوم أكنه كان في كابوس مش في رؤية، مفيش مخلوق صرف جنيه على الجامع، أنا مدي أوامر محدش يدفع مليم في الجامع، إزاي الست العجوز دي ينبني لها بيت في الجنة وقصر في الجنة؟ قام الصبح اتصل بالمهندسين، بالمقاول، بالعمال: تعالوا تعالوا، وديتوني في داهية. مين اللي شاركني البناء؟ من الذي شاركني البناء؟ قال له: اهدأ، ما شاركك البناء أحد. قال: لا، ابحثوا عن امرأة عجوز في هذه القرية، في هذه المدينة. بحثوا فوجدوا امرأة عجوز، أحضروها للأمير. يقوم الأمير يقول لها: لما شاركتيني البناء؟ أنا مدي أوامر. عارف قالت له إيه؟ قالت له: على رسلك أيها الأمير، بلغتنا، بلغة شعب البحيرة والشرقية وأبناء جمهورية مصر العربية، على رسلك أيها الأمير، يعني أسكت أيها الأمير، أبسبب حجر واحد تفعل كل هذا؟ قال: أهو حجر واحد؟
قالت نعم. قال قدري وزن هذا الحجر ذهبا. شوف الحجر ده 2 كيلو 3 كيلو ذهب، 3 مليون 4 مليون 20 مليون ادفعهم دلوقتي وتتنازلي عن الحجر ده ليا. قالت له على رسلك ايها الامير، اسكت ايها الامير، اولم يكفيك قصر واحد؟ انت بتقول ايه؟ اولم يكفيك قصر واحد؟ فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد رأيت في منامي مثل الذي رأيت. انا عايز كده يلي سمعني عبر قناة مصر البلد الفضائية، نداء الى كل من يستمع الي الان. لو طلعت طن اسمنت وقلت الاسمنت ده عليا بس بشرط يكون لوجه الله، لو قلت طن الحديد ده عليا بس بشرط يكون خالص لوجه الله، صليتم على سيدنا رسول الله. حبيبي اللي سمعني، نداء الى كل رجل مسن يسمعني الان في انحاء جمهورية مصر العربية بل كل دول العالم عبر قناة مصر البلد الفضائية. عم الحاج يلي معدي 60 سنة، عم الحاج يلي معدي 60 سنة، لما اسألك سؤال واقول لك ما تزعلش مني، اذا مت الان هتقول لربنا ايه؟ ماذا اعددت للقاء الله؟ عملت صدقة جري على روحك وانت عايش؟ هتقول لي لا. لا ليه؟ مستني ليه؟ قلت قبل كده الجامع ده مش هينعمل الا بكلمة سمعتها من الاستاذ خالد رئيس قناة مصر البلد الفضائية، لما كان بيقول جنيه على جنيه هيعمل. ما تسمعني الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخلي بالك يا عم الحاج بقول بعلو صوتي قدام العالم كله، لو طلعت 10 جنيه ايه اللي يجرى؟ ربنا بيقول في سورة الانعام الاية 160، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. العشرة هترجع 100 من مين؟ مش مني، من مالك الملك وملك الملوك، من مالك الملك وملك الملوك. قال سيدنا رسول الله داووا مرضاكم بالصدقة، قال سيدنا رسول الله داووا مرضاكم بالصدقة. صليتم على سيدنا رسول الله؟ بل قسما بربي جل جلاله من أعجب الرسائل التي أتت إلي من دولة إيطاليا، تليفون مباشر، أحد الأحباب يكلمني، عم الشيخ، قلت له أيوة، والكلام ده من 4 5 أيام، يا عم الشيخ، قلت له أيوة، قال لي والله والله أنا كانت صحتي زي البوم، أنا من محافظة الشرقية وبالتحديد من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أنا علي صحة زي البوم، فجأة يا عم الشيخ لقيت الصحة اتدهورت، خدوني المستشفى في ميلانو في إيطاليا، كشفوا عليا، الأطباء قالوا الولد ده لازم يغادر إيطاليا، الولد ده هيموت خلاص، الولد ده هيموت، الكفيل إجا وجهزوا الأوراق لازم يمشي لأنه مريض بمرض خطير جدا، والأسوأ كمان اسمع مني، وإن ما يخشش دورة المياه إلا عن طريق الأسترة، وقد وضعوا له الأسترة وهيدنه عايش بالمرض يموت بيه وبالأسترة إلى أن يموت. ده كلام مين؟ كلام الأطباء. قالوا له يلا عشان تروح. الولد ده شاب مصري من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، هو في إيطاليا قال لهم إيه؟ قال لهم ليا طلب عندكم، عم الحاج ليا طلب عندك. قال له عايز إيه؟ قال له سيبني يوم، سيبني يوم. قال له اشمعنى؟ قال له سيبني يوم لله رب العالمين. بيكلمني بيقول لي والله 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 انا كلمت ربنا وبكيت للملك جل جلاله، بكيت لملك الملك وملك الملوك وكلمت ربنا،
سمعتكم وانت بتتكلموا عن المساجد، سمعتكم وانت بتتكلموا عن المساجد. قال انا بعت بالتليفون 10 طن اسمنت المسجد، والله من همي وغمي نمت يا عم الشيخ، واذ ارى في منامي رؤيا واحد بيقول لي قوم قوم قوم. قمت قوم، فقمت. قال ادخل الى دورة المياه فلقد شفاك الله وعافاك. ادخل الى دورة المياه فلقد شفاك الله وعافاك. بيقول انا مش مصدق، دخلت دورة المية الله اكبر، رجعت بسرعة. الساعة 8 صباحا لقيت بتاع الشرطة بتاع ايطاليا والقنصلية والسفارة والدنيا كلها جايين ياخدوني عشان يرحلوني فين؟ عشان اجي مصر يا عم الشيخ. عملت ايه؟ قال والله اما دخل الدكتور قلت له انا الحمد لله شفيت. قال له انت مجنون يا ابني. قال له والله شفيت. خدوني وخدوني وقعدوا يحللوا ويعملوا الكوميسيون الطب في ايطاليا. طلع الدكتور قال لي انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ العملية انعملت، انت عملت ايه؟ قال له كلمتين اتنين. الدكتور بيقول له عملت ايه؟ ده مستحيل. قال له يا عم ما تقولش مستحيل، عندنا رب العالمين. عندكم مستحيل، عندنا رب العالمين. عملت ايه؟ قال له تاجرت مع الله فشفاني الله. تاجرت مع الله فشفاني الله. تاجرت مع الله فشفاني الله. انا عايز كده، انا عايز كده، وانت عايز كده. ياللي عاوز تعمل تجارة رابحة مع الله، قدم لنفسك شيئا تقف به بين يدي الله، او اعمل لنفسك شيئا تقف به بين يدي الله. ياللي عايز يندري لك بيت في الجنة تعال هنا مسجد الرحمن الرحيم بقرية بويط بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة. تعال هنا وخلي العمل يكون خالص لوجه الله. ياللي عاوز المرضى أسأل الله رب العالمين أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. بس تاني للمرة المليون خلي العمل يكون خالصا لوجه الله. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصيتي اعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل لسيدنا رسول الله بقدر حبك له، واعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واعمل للجنة واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، من أراد مؤنسا فالله يكفيه، من أراد مؤنسا فالله يكفيه. الله 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 هو الاسم الذي هو الاسم الذي ما ذكر عند ضيق إلا وسعه. الله 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 هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه. الله 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 هو الاسم الذي ما ذكر عند غم إلا فرجه. الله 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 هو الاسم الذي ما تعلق به حائر إلا هدى. الله 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 هو الاسم الذي ما تعلق به فقير 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 إلا أغناه. الله 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 هو الاسم
الذي ما تعلق به ضعيف 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 إلا قواه الله 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 هو الاسم الذي هو الاسم الذي ما تعلق به مريض 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 إلا شفاه وعافاه فوحد الله. نداء إلى كل من يستمع إلي الآن عبر قناة مصر البلد الفضائية في كل دول العالم، إخوانكم آباؤكم أحبابكم في مسجد الرحمن الرحيم يستغيثون بكم بعد ربكم، يستغيثون بكم بعد مولاكم جل جلاله. احنا عملنا اللي احنا نقدر عليه، وأملنا في ربنا جل جلاله كبير، وأملنا في مالك الملك وفيكم كبير جدا. عايزين نعمل سقف المسجد، يلي سمعني عبر قناة مصر البلد الفضائية، عايزين نعمل سقف المسجد، وعاوز نشطب المسجد ده على دخول شهر رمضان، شهر النفحات وشهر البركات. حبيبي حط ايدك في ايدي عشان نخلص الموضوع ده في غضون حوالي 7-8 أيام. الى كل من يستمع الي الان من كل دول العالم، حط ايدك في ايدي، وزي ما سمعنا من الاستاذ خالد الحكيم، جنيه على جنيه هيعمل. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أقول نهاية: زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم. زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم. فكن خالي البال من أمرها، فكل ما فيها شقاء وهم. الدلع لا يمنع سهم الأجل، والمال لا يدفعه إن نزل. فكل ما في عيشنا زائل، لا شيء يبقى سوى طيب العمل، لا شيء يبقى سوى طيب العمل. اللهم استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا. اهد شبابنا، اهد شبابنا، اهد شبابنا، اهد شبابنا، تول أمرنا، تول أمرنا، تول أمرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، أجبر كسرنا، أجبر كسرنا، أجبر كسرنا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارزقنا ديارة بيتك الحرام، ارزقنا ديارة بيتك الحرام، ارزقنا ديارة بيتك الحرام، وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. رد عن مصرنا كيد الكائدين، رد عن مصرنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وتخريب المخربين، وعبث العابثين، وطمع الطامعين، وفساد المفسدين. اجعل مصر وشعبها وجيشها في أمانك وضمانك يا الله. اجعل مصر وشعبها وجيشها في عنايتك ورعايتك يا الله. Oh,
هناك مؤسستان أسسهما الرحمن وعدا ذلك فمن تأسيس الشيطان. المؤسسة الأولى الأسرة، المؤسسة الثانية المسجد. ما فيش مسجد يبقى الشباب هيبوس. معنا أحد رواد مسجد الرحمن الرحيم، عمنا وشيخنا حمدي ناصر، هيكلمكم عن طلباته بالنسبة واحتياجه المسجد. لأهل الخير. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر فضيلة الشيخ والقناة، وإحنا طبعا اللجنة اللي هي الخاصة بالأعمال المسجد لجنة خيرة وناس عملت بوسعها، وإحنا تقلبنا في جميع البلاد عشان خاطر نكمل هذا المسجد. إحنا عايزين التعاون وعايزين إن إحنا نبني مسجد بمعنى الكلمة، لأن مسجد زي ده هو في منطقة محرومة من إقامة الشعائر الدينية. عاوزين نصلي الجمع ليه إن شاء الله قبل رمضان، علشان إحنا المنمين هوا في الجمع، وعايزينكم تساعدونا شوي في خطوة الجمع دي. عاوزين نهم في المسجد نعملوه ونجهزوه، وكل واحد يتعاون معانا. يا أهالي البلد، يا أهالي البلد، قبل رمضان يكون جاهز وكل واحد يتعاون معانا بجهده. يا أهالي خير الدنيا بحل، بلاد عربية وكله يعاونونا في هذا المسجد، لأنه هو مسجد في منطقة عشوائية. عايزين شبابنا يصلي ويعبد الله بدل ما ينحري. القهاوي النهاردة بواسط الشباب، عايزين نلموهم بعبادة ربنا. احنا نحمد الله اللي احنا وقفنا الجدران ده. يا أهالي الخير، أرجو تساعدوني عشان احنا في مكان عشوائي، والله احنا وقفنا الجامعة دي على آخر، وقفنا على كده، ما نقدروش نعمل فيه أكثر من كده. عايزين من أهل الخير يعاونوني ويساعدونا لله، وجزاكم الله كل خير. أنا بنتمنى أهل الخير يساعدونا في الجامع دهوت عشان نصلوا فيه شهر رمضان. بركاتك يا رب، بركاتك يا رب معانا، ابن بيتك يا رب معانا بأهل الخير يا رب. يا أهل الخير يا رب نصلوا فيه شهر رمضان، يا رب نصلوا فيه بقى شهر رمضان يا رب. يا رب ساعدنا بقى وقف جنبنا يا رب، يا رب ساعدنا بقى وقف جنبنا يا رب. يا رب طالب مساعدتك يا رب، يا رب طالب مساعدتك. يا أهل الخير ساعدونا في صبت هذا المجد واجعلوا ميزانات حسناتكم. الحجة نادية المتبرعة بالثلاث جريت، برضو بقول لك يا حجة نادية للمرة الثانية والثالثة، أنت طالبة إيه من أهل الخير اللي سمعينك عبر قناة مصر البلد الفضائي؟ يصبوا الجامع يكرمهم ربنا ويرزقهم ويخليهم، ويصبوا الجامع نصلوا فيه، ما بنلاقوش حتة نصلوا فيه، بنصلوا في الضوء. نفسينا نصلوا في الجامع، نفسينا نصلوا في الجامع، يرزقهم ويحنن عليهم ويكرمهم. كل من يتبرع للجامع ربنا يسهل له الحال ويرزقه. يا بخت من حتى جيني في مسجد من بتاع ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنه كنتم الظالمين. يا رب يا رب تفكها على عبادك يا رب، ويتبنى المسجد قبل شهر رمضان يا رب. يا رب كل من حط جيني في الجامع يا بخت عند ربنا، يا بخت يا بخت. الحمد لله رب العالمين. من مسجد الرحمن الرحيم بقرية بويط على مرأى ومسمع ممن يشاهدوننا الآن عبر قناة مصر بلد الفضائية. هذه المسجد مبني على مساحة بسم الله ما شاء الله 360 متر. إخوانكم عاوزين يصبوا المسجد قبيل شهر رمضان، عاوزين نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نبني المسجد. وسمعنا برضو هناك مصلى للسيدات، أسأل الله رب العالمين أن يجعله في ميزان حسنات من يتصدق أو يتبرع. عاملين برضو لأولادنا وحبايبنا وأطفالنا الصغار مكتب لتحفيظ القرآن الكريم. احنا بنقول مرة واثنين وثلاثة إلى كل من يستمع إلينا عبر قناة مصر البلد الفضائية، سيبك من الدنيا، سيبك من الدنيا، تخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم. اعمل لنفسك قبل ما أن تموت، تزود من معاشك للمعاد. قال تعالى:
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم.